احمد اكلك اوكي احمد 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 بالله بتاعك لا يرضي 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 هارا مونا حوا خبزي هارا القادوس هذا اللي كان يجي عندنا تاع السكومه راه عنده 4 سنين ملي حبسوه قعدنا نعانوا هذيك 4 سنين وحنا نعانوا قالوا لنا غادي نخدموا لكم شاطو خدموا لنا شاطو بصح شاطو باش يطلقوا الماء في الاخر ما كانش 4 سنين ما شربناش الماء 4 سنين رانا نعانوا عندهم الماء نيشان ورانا يجيبوا لنا لكيات 150 حتى 200 احنا ما قديناش الله غالب وين ما نمشيو نشكو يقول لك من بعد السيمانه الجايه من بعد السيمانه الجايه 10 السكان مازال ما كاش الماء وراهم يقولوا لنا باللي كل يوم يقولوا لنا كاين باللي اونبان كل يوم كاينه حاجه احنا باغيين نفهموا هاد الاونبا وين راه يوروه لنا ونعذروهم ما كان اي مشكل ولا انا غالطين قلنا راكم غالطين احنا نطلبوا من الوزاره والرئيس تبون اللي انا شكروه يجي يشوف لنا هذه الوضعيه تاعنا سوف نزود هذه المناطق وتزيد حتى انا لا يخفى على ذلك ان رانا كيما يقول لك برنامج تاع كان يزودوا المواطنين بقناه البي في سي كانت 160 هذه كانت تجينا بني بهدل كانت مكسره ويعني لما لحينا في الطلب سيد الوالي ومدير الموارد المائيه راهم سجلوها لنا واتصلت بهم الاسبوع الماضي قال لك راه مسجله سوف تدخل في الخدمه ان شاء الله تجديد القناه هذه بعدك يعني بلديه شنتوف انها سوف تزود يعني من خزانين المائيين الميل والسانسون وكذلك تمد للقرى المجاوره وكذلك يعني البومباج هذه غادي يوصل للخزان 200 متر هذا وان شاء الله يعني نقضوا على ازمه يعني هذه ازمه العطش ويعني المواطنين هذو احنا نقول لهم رانا حاملين الهم تاعكم رانا نوصلوا انشغالاتكم من خلال المراسلات المتكرره التي يعني التي بين ايدينا.